السلام عليكم، الاسم ديالي حفيظة نسيمة. عندي مشكل مع الطريق ديالي. بغاو ياخذوا لي البنت ديالي اللي 11 عام وهي عايشه معايا. ما تتعرفش باها، منين كان عندها عامين ما عمرها ما شافته. والبارح والبارح كنت تفاجئ بالشرطة. كيجيو عندي للدار تيقول لك اجي، خاصك ضروري تحضري. مشيت لعندهم البارح في الصباح. قال لك يا اما تسلمي البنت، جا حكم من بلجيكا بانك يا اما تسلمي البنت يا اما تدخلي الحبس. قلت له واخا ماشي مشكل، انا نسلم البنت ولكن بشرط، الا هي بغات تمشي معاكم، الا هي بغات تمشي مع باها انا ما عنديش مشكل. صافي دونك جبت بنتي للكوميساريه، هضروا معاها. دخلوا ثلاثه الناس ما عرفاتش باها فيهم شكون هو. بدات كتبكي كتقول لهم انا ما تنعرفوش، ما يمكنش نمشي، ما يمكنش نخلي ماما. كتقول لي ماما شنو هادشي؟ قلت لها هادشي اللي عطى الله، حكم جامع، يا اما تعطي بنتك يا اما تدخلي الحبس. صافي تقدمنا عند وكيل الملك، ما دخلتش انا عنده، دخلوا غير البنت. شويه كنت فاجئ بالوكيل الملك تيقول له خد صافي غير ديها. واخا بنتي كانت في حاله هستيريا، ما ان انفون ديال 11 ans ما به ما عليه، كتقول له انت غتمشي غتحيد من عند ماماك وغتمشي عند واحد السيد ما كتعرفوش، واخا هو الاب ديالها، واخا باها كانوا مشاكل. كان طلاق اللي هو ديفيسيل. هو شد الحضانه في بلجيكا وانا شديت الحضانه في المغرب. ما عمرو ما جا شافها. انا بلجيكا جردتني من الامومه ديالي وعطاتو الحضانه اكسكلوزيف، الوغ كو ما عنديش حتى شي ورقه باش نمشي نشوف بنتي. دونك المغرب كان نصفني وعطاني الحكم ديال الحضانه. هاد الحكم ديال الحضانه تطعن فيه وطلع النقد والابرام وردوه للاستئناف. من بعد منه جاب هو داك الحكم ديال بلجيكا باش يدي البنت. صافي من بعد مشينا عند وكيل الملك. خرجت بنتي كتبكي كتقول لي ماما راه واقيلا غنمشي معاه، راه صافي لا سيني ان بابي. خرجنا قال لي صافي بنتي انا نتفاهم انا وياك. قلت له انا كأم زعما شنو؟ لا خصها تمشي معايا لبلجيكا، خصها تحضر تماك وغادي نردها لك. قلت له راه ماشي ان اوبجي، خلينا نتفاهموا، انت باها وانا امها. انا شي بخيت وقت ما جيتي عمرك جيتي دقيتي عليا وقلتي بغيت بنتي نشوفها وقلت لك لا. صافي من بعد هما خرجنا، البنت ما بغاتش تمشي معاك، كتغوت وكانت في واحد الحاله هستيريه تتقول لي ماما ما تخلينيش. واحد الوقيته كنقول لها صافي سيري عنده انا غنمشي، كتقول لي ماما ما تخلينيش يا ماما، ما كنعرفوش، ما بغيتوش. صافي من بعد جا عون قضائي دار المحضر ديالو بان البنت ما بغاتش تركب معاه من الخمسة ونص او الستة العشيه وحنا واقفين تماك باش البنت تركب مع باها، ما بغاتش حتى العشاء وصل 11 ديال الليل عاد مشينا في حالنا. دابا انا كنطالب الملك، جلاله الملك يوقف معايا، ما نقدرش نعيش بلا بنتي وبنتي ما تقدرش تعيش بلا بيا. 11 عام وانا كنربي، 11 عام وانا يا عمري خسرت على ديك البنت، وفي الاخر دو جوغ لو دوما ما نبقاش نشوفها. ديك 11 عام كامله ما عمرو جا شافها، ما عمرو ما شافها. ملي كانت عندها عامين ملي بداو بيناتنا المشاكل، وفي الاخر يجي يقول لك وماشي اي بنت كتقرا مزيان، سولوا عليها في ليكول ديالها، حطها في احسن مدرسه في اكادير، ما خليت ما درت على ديك البنت. وانت بين عشيه وضحاها تجي تقول لي انا غندي لك البنت غتمشي، وفي امتى غنشوفها؟ جي با لو دووا دالي اون بلجيك بوغ فوار ما في، محكوم عليا بعامين ديال الحبس لانه اختي طاف ظلما وعدوانا. انا ما عمرني خطفت هاد البنت، عندي الوراق، بنتي دارت البي سي جي ديالها هنا في المغرب، دخلنا سيتي اون ديسيزيون ا دو، دخلنا درت الفاكسان ديالها، عندي الورقه ديال المطار. امتى هاد البنت دخلات وامتى خرجات؟ الاختطاف كان هو اللي دارو، عندي شكايه ديال عند وكيل الملك. امتى دا البنت؟ ردها ليا من بعد شهرين، دا بنتي مازال جو لا ليتي اونكوغ، دا عندها 14 شهر، خلاها مع شهرين كان كيهددني بها، حنت طلبت طلع
الاخلاق. كيقول يا الا ما قلتيش ليا غترجعي معايا ما غتشوفيش مازال بنتك. صافي قلت له اخر ردها ليا هادشي منين البنت كانت عندها 14 شهر. البنت داروا حكم على معاهده على اتفاقيه ديال لاهاي. والاتفاقيه ديال لاهاي شنو كتقول؟ كتقول البنت ترجع لسكناها الاعتياديه. بنتي ما عمرها الا جامي فيكو اون بلجيك. بنتي تزادت في بلجيكا ابخي دو موا دخلنا للمغرب. لي دو موا الاخرين كان هو اللي اختطف وهو اللي رد. بنتي انا ما عمرني سافرت بيها من نهار دخلت بيها للمغرب. هو اللي كان دار الاختطاف. وملي مشيت باش ندفع فاش داري الباسبور ديالي مشيت باش ندفع الفيزا قالوا لي ما نقدروش نعطيوك الفيزا خصو هو اللي يدير لك لاكور. هو اللي يعطيك لاكور خصو هو يقول لهم اه خصها ترجع لبلجيكا. كنقول لهم راه يقدر يدير اي حاجه تماك. صافي مشى كيدير مشى دار داكشي اللي غادي يدير وتحكم ضدي غيابيا بالاختطاف. انا بغيت هاد بلجيكا توريني هاد الاختطاف امتى كان اللي تيقول لك الا بغينا نقولوا السكنه الاعتياديه ديال ايها السكنه الاعتياديه ديالها سي لو ماروك. البنت في المغرب مورا شهرين كانت في المغرب حدا دارت لي فاكسان ديالها ومشينا عند الطبيب دار البي سي جي. البي سي جي سيتي ان اكور ديال لي بارون بجوج. قلنا له اون فارا نورمالمون اون في او ماروك. قال لك يفو فير لو بي سي جي ضروري الفاكسان ديال البي سي جي الوحده اللي غتسكن في المغرب. صافي وفي الاخر كنتفاجئ غادي يديوها ما عرفتش انا شنو غادي ندير دابا. بنتي خليتها في واحد العائله ما لساتش البارح اللي الكل وهي كتغوت الصباح لاصقه فيا تتقول يا ماما ما تخلينيش ما تخلينيش ما تخلينيش. ودارها لي وسط العام. البنت كتقرا البارح عندها التنس ديالها ما مشاتش ما عرفتش. انا كبيره و جي با بي سوبورتي هادشي. انا كبيره مون اج و جي با بي سوبورتي هادشي. فما بالك ان انفون ان انفون تقول له نوض غتمشي معايا مع شي حد اللي ما كتعرفش. اه با جو سوي داكور با جو سوي داكور ولكن لا ماشي هكا ماشي هكا دو جوغ او لوندومان. هزي بنتك ما بقاتش عندك البنت. انتي تو ني بلو مامون. كنت درت شي حاجه ما دايراش ظلما وعدوانا ظلما وعدوانا ظلما وعدوانا. جي تو لي بابي كي بروف ما كنهضرش انا. داك الساعه فاش هو كيخدم في بلجيكا و تيصاوب داك كيدير ضدي دوك القضايا انا جيتي اوكيبي ايدوكي ما في. انا كان عندي حوايج اخرين. انا كنت بوحدي هزه بنتي. لا 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 كلمة أخيرة ورسالة ديالك باش كطالبي. كلمة أخيرة ورسالة ديالك. أنا كنطالب من الملك من جلالة الملك محمد السادس يشوف هاد القضية هادي. وإلا كنت أنا كذبة ولا كنت أنا دا جو سوي بخيت أتو جو سوي بخيت أتو. أنا ما تلعبتش بلا بالقانون المغربي ولا بالقانون البلجيكي. انا ما تعطاتنيش فرصه فاش ندافع على راسي. انا كانوا كيجيو عندي البوليس كنجاوب واش داكشي كان كيمشي لبلجيكا كيجاوبوهم اولا ما كيجاوبوهمش ما عرفتش ما عرفتش. انا ديك الساعه كنقولها وكنعاود نقولها كان تعطاني الحق تعطاتني الحضانه ديال بنتي وكان عنده هو الحق يجي يشوف بنتو شاك ديماش. وكان يعرف لو كان انا قلت له لا ما تجيش تشوف بنتك المره الاولى او الثانيه والثالثه كان يقدر داك الحكم يتغير لصالحه. ولكن ما عمره ما جا. عطاتك الدوله المغربيه تجي تشوف. ما حرمتكش من الابوه ديالك. ماشي بلجيكا انا ايمو اليميني انا ما كايناش. هاد البنت ما عرفتش شكون اللي ولدها ما عرفتش انت ما كايناش. بوغ انا راه مجرمه ولا ما نعرف اشنو اختطفت ولو كاع يكون هاد الاختطاف هذا. ركبتي هذيك راه بنتي هذيك ركبتي هادشي وما كاينش الاختطاف ودايرين عليا هادشي كامل.
دونك انا دابا كنطالب بجلاله الملك والاميره لالا مريم يشوفوا الجمعيات يشوفوا من حالي ويشوفوا من حال بنتي والمسؤولين يعيدوا النظر في هذه القضيه يعيدوا النظر في هذه القضيه هذه. كنتقطع 10 سنين وانا في هذا المشكل هذا ما وكنحاول تنقول لها سي با غراف بوغ ايا كلشي كيون بوغ ايا شي نهار غيدير عقلو هاد السيد ما طالبته بنفقه ما بغيت والو منه. وتنقولها له نهار درت معاه تنقول له شوف راه لو بلوز امبورطون راه تو لا بيردو راه لامور ديال بنتك جوسكا كون هادشي ديال المحاكم جوسكا كون سيت غير كيسكو تي فو بروفي راه سي ايا اللي غادي سي لافينيغ ديال ايا اللي غادي تضيع. جي توفي بوغ ايدوكي ما في جي توفي باش تكون هاد البنت هادي من الاوائل جي توفي باش تكون هاد البنت من الناس زعما اللي يكون عندها ليكيليبغ اي لا ان ليكيليبغ ما عندهاش المشاكل الناس شو بخات تمشيو ليكول ديالها تشوفوا الناس هضروا مع كيعرفوها الناس باسكو في ديزاكتيفيتي في ليكول شتيروا ليكول ديالها سولوا على بنتي